وشوش. كل بنت وكل ولد اليوم ده قاعدين مستنيين هدية تجيلهم، بس احنا يا رب سامحنا على الجريمة اللي هنعملها دلوقتي. تعالوا نشوفها ايه هي. لا لا، تبقى معدية سلمش عليا. هابي فالنتاين. هابي فالنتاين. انا والله مفركش. نمشيها مرتبط. جايب هدية ولا لا؟ مش هجيب ان شاء الله. احنا هنعمل فيها مقلب صغير، هنتصل بيها دلوقتي هتقول انا عايزه اسيبك. ليه ومش ليه؟ علشان انا مش قادر اجيب هديه الفالنتاين، وانا كرامتي كراجل في هندسه مش مهندس قد الدنيا، ما ينفعش اكمل معاكي وانتي وانا مش جايب لك هديه. بس في مشكله كبيره اكتر من ده بكتير. يعني ايه بقى؟ معيش رصيد. انا اسف، جرحت مشاعر جدا. مسافره بقى، اتصل بيها دوري وبتاع وفلوس يا غرامه على الفاضي. يا معفن. هو مؤدب بيتصل. هو هيتصل له برضه عم فرق. هلا. ايوه بقول لك انا عايز اسيبك. ايه؟ عايز ابعد عنك. والله انا زهقت بصراحه. ايه؟ انا زهقت. هو ايه ده؟ انا عايز ابعد عنك، انا زهقت كده خلاص. انا مش عايز اكمل معاكي. طيب انا ما بهزرش، انا مش هجيب لك هديه في فالنتاين وهسيبك خلاص. ايه عليك؟ حسبي الله ونعم الوكيل، مش هنقول اكتر من كده. اكيد انت لا محظوظ، بالعكس ما اصحابي كلهم مصاحبين ومتضايقين، انا الوحيد مبسوط. ممكن ما نكملش مع بعض؟ ليه؟ عشان معيش فلوس اجيب عيد فالنتاين وكده. طب ايه عشان لو ليه كده؟ انا اصلا معاك تجيب لي هديه. مش عايز اجيب لي هديه؟ مش هتجيب لي هديه؟ انت بتكلميني عشان هديه؟ انا صاحب حد تاني يجيب لي هديه. لا صاحب حد تاني ليه؟ بس انت بخيل ومعاك مش هتجيبني. لا ما انا معيش فلوس. خلاص لما يبقى معاك فلوس وبعدي. طب عايزني الفلوس طب اجيب لك هديه؟ لا ماما انا كده هستلف الوزن ونفسي. ايه؟ هستلف الوزن ونفسي. او يبقى خلاص انت معايا ليه؟ ايه ده؟ عشان انت بتحبني؟ لا انا بس بثبتك يا ريم وكده عشان تجيب لي هديه، لكن غير كده مش عايزه اعرفك تاني يا سلمى. ايه ده يعني انت ما بتحبنيش؟ لا يعني انت بتحبني عشان الهديه؟ او طيب ماشي. عين قلبي. مش عارف كده طيب. كسرت قلبي من جوه. لا سلمت قلبك وبلزق امير. الزق امير؟ طب امير مش هينفع. لا ده كده خبت قوي ورخم جدا ويلا اغسل بقى. ماشي يا سلام. حسبي الله من كل الله. كل حاجه وحشه. هلا واحد فيكم مرتبط؟ احنا مرتبطين ببعض. احنا مرتبطين ببعض. ماما حريمه ستاره بقى خلاص. الله بينا بالحرام. حد الله بينا. غير كده لا قول لهم يعني ربنا معاكم اللي انتوا فيه يعني، والله قلبي معاهم يعني. قول لك ايه؟ ممكن نسيب بعض من النهارده؟ موافقه. انت قلبك جامد يا ابني. انت مش مقتنع؟ انت مش مقتنع ان انا محطوط عليك؟ كنت مرتبط. ايه اللي حصل؟ سابتني بقى. ليه حزين؟ مش حزين والله، بس انا كنت بحبها قوي. ايه يا حبيبتي؟ ايه عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن نسيب بعض بسبب ان انا مش عارف اجيب لك هديه الفالنتاين؟ ليه؟ انا بتكلم بجد على فكره. بس يا ابني بس انت اصلا ما تقدرش تبعد عن كده. لا 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 لا، احنا المره دي لازم نسيب بعض عشان احنا بجد مش عارف اجيب لك هديه الفالنتاين. الهدية بتاعتي مش عايز، المهم انها مفيش بعض. ميرسي. بس انت متأكدة يعني؟ تعبت ولا ايه يا عم؟ يعني مفيش أي أمل نسيب بعض خالص؟ لا بص أنا أنت عايز تسيبني ما تقدرش. لا ده أنت كده بقى مصممة على الفالنتاين، هدية الفالنتاين بقى. يعني لو كده ممكن مش مشكلة إن شاء الله تجيب لي وقت حبة. خلاص. ماشي. المهم ان انا افتكرت البلانتين. ميرسي ليك يا قلبي، ما تحرمش يعني عليك. صعبت عليا.
ده انا كده عيط خلاص. انت روح انتحر، بص جيب نفسك كده. ماشي مينا. نعم. عايز اقول لك على حاجه. انا زهقت عامه، زهقت لحظه، زهقت وقررت ان انا اسيبك براحتك. انت للدرجه بقى يعني؟ طب اقول لك ايه، ما انت اللي بتقولي. طب الطريقه دلوقتي كده مش عاجباني. طب انا عامل لك ايه؟ انا حاسس ان اسلوبك هو كده. طب انا قررت كمان الهديه مش عاجباني برضه براحتك. ايه يا بنتي فين؟ انا موجوده فين؟ في الجامعه بتاعتك. طب كنت عايز اقول لك حاجه. هو بكره الفالنتاين وانا معيش فلوس اجيب لك هديه، وبما ان انا راجل شرقاوي حمش فكرامتي مش سامحاني. لا يا عم ولا يهمك، انت ايه اللي ولا يهمك؟ ما لا احنا خلاص هنسيب بعض. انت ايه الهديه بتاعتي ولا يهمك؟ ايه؟ انت الهديه بتاعتي. عايز الهديه بتاعتك؟ انت الهديه بتاعتي. ايه انا الهديه بتاعتك؟ لا ده كده كذب وافتراء، والله ما بيحصلش الكلام ده. لا بيحصل يا عم. ايه؟ ما هي لازقه فعلا. انت لازقه يا بت. احنا خلاص هنسيب بعض. يا ستي انا 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 راجل معفن معيش فلوس اجيب لك هديه، هنسيب بعض. الراجل مش بفلوسه؟ لا الراجل ما يعبوش غير جيبه. ما تخلصي بقى، انا عايز اخلع بالشياكه. ما تخلصي ياما. ايه؟ ما هي ديت هديه الفالنتاين ان انا اسيبك، هي دي هديه الفالنتاين. يعني خلاص كده قشطه؟ اكسس بقى وكده، وهتقولي عليها قره الرجاله وانا عليها قره البنات وكده؟ انا كبنت انت كبنت موكوسه ان شاء الله. موكوسه. هو انت كبنت يا ابني احنا غلطانين، احنا بنعمل فيك مقلب، ولو منك اعمل انا فيها المقلب. مع السلامه، خلصت الحلقه، شكرا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.